أخبار اليوم. الأفلام وسؤال الأفلام. أول سؤال عفواً، شو رأيكم برسالة الصحافة؟ والله هذه الأسئلة كلها سكر. ما تتوقع أن بعد قليل قاعدين للمرأة بنعمل شعر وميك اب نجي عشان ما في واحد سألنا سؤال يعني يحفزنا خلينا نجاوب. يعني الأمانة الحين أنا قاعدة كتبنا ناسي كلمة كتبتها عيب. الأسئلة اللي قاعدين يسألونها الأخوان الصحفيين، إحنا احترمنا وجودكم، لازم تحترمون وجودنا، لازم تسألونا أسئلة بقيمة. زي إيه يا أحلام؟ نسألك زي إيه؟ ما أعرفش. لا قولي لنا سؤال، يعني أنت بتهنينا كلنا. سألونا عن المشتركين. إدينا سؤال، سألوك عن المشتركين. سألتك عن المشتركين. لا أسفين كلام فاضي. خليني أقول بس بكل بساطة، إحنا نقدر ونحترم وجودكم جميعا. بحقكم تسألوا السؤال اللي تريدوه. نحن مش بيتنا. الله ينور. ليش؟ أنا عم بقول المؤمنة صعبة، سمعت الكلام عم بقول. أنا عم بقول نحن كNBC نقدر وجود وأسئلة الجميع، من حقنا نجاوب بالطريقة اللي بنعتبرها، بس أنتوا حقكم كمان تسألوا السؤال اللي بتريدوه، نحن واجبنا نجاوبكم. أنا من هاي المدرسة بنتبه، ماني بموقع عليكم شو تسألونا، وأنا واجبتي جاوب على السؤال اللي بتريدوه بالطريقة اللي أنا بلاقيها خارج نجاوب. سؤالي الآن وأتمنى أني يعجب الست أحلام. أقول لك شيء، أنا لما أجي بعد ما سألت أنا بس عفوا اسمح لي إذا أنا لما أطلع أغني بقول شو فهمت مني؟ أنا ما فهمت المؤتمر شو يهدف. الآن ما عرفت المؤتمر الصحفي هذا اللي فيه ما شاء الله أساتذة وإعلاميين أنا أحترمهم وأقدرهم ودليل وجودي. أنا ما أحب المؤتمر الصحفية، وأنا طلبت كذا مرة من NBC إني لا أتواجد في المؤتمر الصحفية، لكن أنا عارف مين موجود وعارف إن الإعلاميين الموجودين لهم تقدير كبير. اللي انسحب سلام بيجي. أنا أبغي سؤال يتوجه لي، سؤال أنا أفهم السؤال. يعني كل الأسئلة مع احترامي أقول لك أنا لو سأل 20 سؤال 18 سؤال منهم أكيد يعني كل واحد يسأل سؤال ما له يعني أهمية تفيد القارئ، حتى تفيد القارئ نفسه. بالعكس إذا نبغي سؤال يسألون عن المشتركين عن أصواتهم. والله سألتك احنا عندنا أحلام. أول شيء أكيد أعتذر من الصادر الموجودين هنا، بس اللي قاعدين مثل ما أنا جيت وقاعدت وما سحبت، وهذه قلة احترام صحابه. أنا سألني عن الأسئلة اللي وجهت لي في البداية، قلت إنه نصها ما عجبتني. أي أنتوا تعبانين مثل ما تفضل اللي كان موجود وقال إحنا تعبانين وجينا متأخر، وإحنا قاعدين من الساعة 3 في الأمس، إحنا الساعة 3 في السجيرات ورا. لما يجي يسألني سؤال يعني المفروض هو جاي وجالس من يومين عشان يسأل في شيء يعلي من أحلام، من أحلام تشوف فيها عيب، قول لي أحلام تجي نانسي وائل حسن، وإحنا ما نزعل. أنا عن نفسي أحب عم تحكي عن رأيها. عفوا؟ عم بتجاوب عن رأيها زميلنا العزيز. أي نعم. أسئلة. لكن هل نسأله ونمنع نسأله. طيب خليني أهيئ لك إياها. بقول إذا أنا نفسي مش راجع عن بعض الأسئلة. أنت حبيت الأسئلة اللي سألت؟ عفوا أنت حبيت الأسئلة اللي سألت بس؟ أنت حبيت الأسئلة اللي سألت؟ أخبر يوسف أحلام بحاجين بس حقا بالحاجة مش عايزين بصراحة.
مش تعميم. اوكي انا اعتذرت من الموجودين. شكرا. بعتقد احلام كانت واسرع يعني اكيد مش عارفين واكيد لكم كل التقدير والمحبه والاحترام ودليل وجودنا ووحدتنا معاكم. اكيد احنا كلنا بنشوفكم. انا بتكلم بالعكس.